وفات لمجموعتين إرهابيتين تنتميان لتنظيم دولة العراق الإسلامية شمال وجنوب بغداد كانت حصيلة ما عرضته وزارة الدفاع خلال مؤتمرها الاثنين. وبحسب الوزارة فإن المجموعتين تتكونان من 11 شخصا بينهم امرأة، فيما أشارت اعترافات المتهمين إلى تنفيذ عمليات قتل وخطف فضلا عن استهداف الأجهزة الأمنية. الاسم فراس كريم مراح صالح العبيدي، أنتمي لتنظيم دولة العراق الإسلامية، مواليد 91، أسكن منطقة اليوسفية، انتميت للتنظيم 22/5/2010. أخذني حسين أبو نبا، أخذني أبو الشخص يدعى أبو زياد بمنطقة المدان، ظلت يمه 3 أشهر. بعدين نقلنا غير مكان. حين ما نقلنا لهذا المكان طلعوا شردوا هربوا سجون معتقلين من سجن البصرة. ومسوين عمليات يعني قاتلين الناس، زوجي وياهم يجيبون أجرون أبو السيارة ويدخلونا يغتلونا بالحمام على مود لا ما يخلونا أثر شيء يعني. وبعدين يأخذون السيارة ويطلع أبو ياسمين. فيما أكد المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع محمد العسكري أن عملية إلقاء القبض على المتهمين تمت في مناطق متعددة من العاصمة بالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة. هذه الشبكات تم متابعتها منذ فترة طويلة، وضعت خطط فيها مساحة واسعة من الصبر ومن العمل الدقيق ومن المتابعة من خلال الرصد البصري والرصد الإلكتروني والرصد الاتصالي لهذه الشبكة، لأنهم معظمهم من الشخصيات وخاصة الخلية في شمال بغداد اللي تستخدم الأسلحة الكاتمة اللي هم من طلاب الجامعات والمثقفين. وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع تظهر بين فترة وأخرى مجموعة من الاعترافات لمتهمين متورطين بجرائم مختلفة، إلا أن البعض من السياسيين لا يزال يعترض على أسلوب الوزارة في طريقة عرض المتهمين علاوة على التشكيك في بعض ما تعرضه.